من عندي أصل الجود والكرم نطل عليكم قائلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن رحبة الجود والعطاء نرحب بكم مشاهدين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هنا الكاظمية، فكونوا معنا وأهلا بكم. لذكرى مولد صادقين نبتهل، ونحمد الله على نعمة ولايتهما، وللأشعار نرتجل، ونكثر من الصلاة عليهما، فبفضلهما يوم القيامة لنعيم الجنان ننتقل. ذكرى عزيزة على قلوب المؤمنين، عشنا رحابها خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد فيه الصحن الكاظمي المقدس مهرجان ربيع الولادة تحت شعار على صراطي أحمد. ها قد بدأت أيام البهجة والسرور، أيام ولادة سيد الخلق أجمعين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الصادق عليه السلام. فها هم خدم الإمامين الجوادين عليهما السلام يحيون هذه الأيام السعيدة بأسبوع ربيع الولادة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أيامكم، ونحن نعيش ذكرى أسبوع ربيع ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق، حيث تقيم الأمانة العامة العتبة الكاظمية المقدسة في هذا الأسبوع أسبوع ربيع الولادة وتحت شعار على صراط أحمد مهرجانها السنوي الثالث، حيث أقامت العتبة الكاظمية المقدسة عدة نشاطات وعدة فعاليات إن شاء الله ستكون خلال هذه الأيام المباركة القادمة. في هذه الليلة هو يوم افتتاح المهرجان والذي سيتخلل عدد من الكلمات والشعر وأضافة إلى القصائد في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق. وفي الأيام القادمة إن شاء الله ستكون هناك عدة نشاطات لتكريم حفظة دورة تخريج دورة القرآن الكريم، وتكريم حفظة زيارة عاشوراء، وتكريم بعض من المتفوقين من أيتام، وكذلك هناك احتفالا مركزيا سيكون في اليوم الأخير ستقام فيه العديد من الفعاليات والعديد من الحقيقة الأشياء الجميلة التي لم تحدث سابقا إن شاء الله تعالى. وتحيا هذه الأيام المباركة بمشاركات عديدة كالشعرية والإنشادية وغيرها من داخل العتبة المقدسة وخارجها، وسيتم تكريم جميع المشاركين في هذه النشاطات المختلفة. بتوجيه من الأمانة العامة العتبة الكاظمية المقدسة، باشر قسم العلاقات العامة وحدة العلاقات الثقافية وجميع وحدات الخاصة بهذا القسم بتهيئة الأمور بمهرجان ربيع الولادة بذكرى ولادة سيد الكائنات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليهم السلام، من خلال نشر الفرح، مظاهر الفرح، ومن خلال نشر اللافتات الخاصة بهذه المناسبة العطرة، وكذلك نشر الفليكسات الخاصة بهذه المناسبة، وكذلك تهيئة الأجواء الخاصة بهذه المهرجان. على صراط أحمد شعار انطلق من أرض الجوادين بسواعد خدمهم، ليكون منارا وسراجا لهم ولجميع المؤمنين على هذه البسيطة، وليكون مثالا رائعا لهذا المنهج القويم. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان الصحاف. ليس كل ختام يعطر بالمسك إلا ذلك الذي يتزامن مع ذكرى الصلاة على الصادقين عليهما السلام في ذكرى مولدهما. فمع حلول العام الدراسي الجديد اختتم دار القرآن الكريم في العتبة الكاظمية المقدسة دورته الصيفية العاشرة التثقيفية للأطفال. في أيام البهجة وولادة الشمس الساطعة، ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبإشراف مركز القرآن الكريم في العتبة الكاظمية المقدسة، تخرجت كوكبة من طلبة الدورة الصيفية لتعليم القرآن الكريم والأخلاق والعقائد الإسلامية وسير المعصومين عليهم السلام. الحقيقة اختلط المهرجان في عمل القرآن
وأيضا في ذكرى أهل البيت باعتبار أنهما حبل واحد، وكذلك انطلاقا من حديث رسول الله في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، لذلك كان الاحتفاء بكتاب الله وأيضا الاحتفاء بعترته. نسأله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الولاية ونعمة الاحتفاء بأيام الله وهي أيام أهل البيت عليهم السلام. جهود مكثفة بذلتها كوادر المركز في هذه الدورة المباركة بغية أعداد جيل جديد دستوره القرآن وقدوته العترة الطاهرة، واختير هذا اليوم المبارك لتكريمهم في رحاب القدسية والإباء. قام مركز القرآن الكريم في العتبة المقدسة بتخرج الدفعة العاشرة من الدورات الصيفية حقيقة الموسمية. هذه الدورات لم تنقطع إلا في زمن كورونا، والحمد لله اليوم عدنا وبقوة بلملمت هذه الوجوه الطيبة من أولادنا وبناتنا لنعلمهم شيئا يسيرا من الفقه والعقائد والأخلاق، إضافة إلى القرآن الكريم وبقية العلوم الترفيهية والمتنوعة في مقر المركز الجديد. الدورات الصيفية في مركز القرآن الكريم التابع للعتبة الكاظمية المقدسة شملت كلا الجنسين وبمختلف الأعمار وبإشراف أساتذة أكفاء. في خطوة موفقة من خطواتها، الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تحتضن شريحة مهمة من شرائح المجتمع، ألا وهي شريحة الشباب من الذكور والإناث، في دورة صيفية قدمت خلالها مناهج إسلامية من الفقه والعقائد والأخلاق مما تخلو منها الدراسة الأكاديمية، بالإضافة إلى درس القرآن والدرس الحر الذي تم فيه عرض مشكلات معاصرة تعاني منها الفتيات الشابات وتشخيص علاج وحلول لهذه المشكلات. حديث شريف مبارك يحث على تعلم كلمات الله التامات وتعليمها، وما أحوج النشأ الجديد لتعلم ثقافة القرآن الكريم. والعتبة الكاظمية المقدسة هي خير ملاذ لتحقيق هذا الهدف. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحافة. مشاهدينا الكرام، ما زلنا في رحاب ربيع الولادة، دائما وأبدا على صراط أحمد ماضون وبحب عترته متمسكون. فقد شهد المهرجان فعاليات متعددة، كان منها تكريم الفائزين بحفظ زيارة عاشوراء. أسبوع الأفراح والمسرات التي شهدها العالم الإسلامي بولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، كان لتكريم حفظة زيارة عاشوراء حصة في إقامة احتفالية أقامتها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة. بالحقيقة دأبت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة على إقامة مثل هذه المسابقات، ومسابقة زيارة حفظ عاشوراء هذه للسنة الثانية على التوالي. والغاية من هذه المسابقة أنه زيارة عاشوراء فيها مضامين عالية تعبر أولا عن الولاء، ومن جهة ثانية تعبر عن التبري من الأعداء، وأيضا تعبر عن الدعاء ولصاحب العصر والزمان بأخذ الثأر للإمام الحسين عليه السلام. زيادة الوعي والقدرة على الحفظ بالنسبة للمشاركين من البنين والبنات أثناء حفظهم لزيارة عاشوراء كانت من ضمن الثمار التي تذوقها المشاركون. أشكر العتبة الكاظمية وأمين العتبة الكاظمية لحفظ زيارة مسابقة زيارة عاشوراء. طبعا أنا ما كنت حافظها، كنت بس أقراها، استقمت أقراها وحافظها وحافظها، وأول زيارة يحفظها زيارة عاشوراء، والحمد لله والشكر. الحمد لله الذي وفقنا لنكون من المشاركين في هذه المسابقة. في البداية كان لها دور كبير في تعزيز ثقافتنا حول الإمام الحسين وأصحابه، ثم كانت نقطة انطلاقنا نحو حفظ زيارات بداية من زيارة عاشوراء، وبعون الله ستكون هذه نقطة الانطلاق ولن تكون نقطة الانتهاء. مسابقات تثقيفية وجوائز تحفيزية
تقدمها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة استقطابا للأجيال للسير على الصراط المستقيم حفاظا عليهم من الحرب الفكرية. لبرنامج هنا الكاظمية، عباس نوري. يوم هو الأول من نوعه، إذ امتزجت أصوات خدام العترة الطاهرة مترنمة بحب الصادقين عليهما السلام بذكرى مولدهما في رحاب الإمامين الجوادين عليهما السلام. إنه يوم الإنشاد الإسلامي. تحت شعار على صراط أحمد، واصلت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة احتفالاتها ضمن أسبوع ربيع الولادة المباركة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه السلام، والتي شهدت الاحتفاء بيوم الإنشاد الإسلامي وتكريم الأيتام المتفوقين وتقديم الدعم لهم. تقيم الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة أسبوع ربيع الولادة، وهو منهاج اعتمدته العتبة منذ سنوات، ويشمل هذا الأسبوع نشاطات وفعاليات مختلفة للعتبة الكاظمية المقدسة، ويمتد هذا الأسبوع من 12 ربيع الأول إلى ولغاية 17 من ربيع الأول، وهو أسبوع للوحدة الإسلامية والوطنية الذي يجمع مختلف الطوائف الإسلامية في العراق من أجل توحيد الكلمة وتوحيد الصف خدمة لأبناء الشعب العراقي. يتضمن هذه المحافل هي نشاطات للعتبة الكاظمية المقدسة بمراكزها التخصصية، ومنها مركز القرآن الكريم، وأيضا فرقة الإنشاد الخاصة بالعتبة مع نظيراتها من العتبات الأخرى. وقد تم تكريم عدد من خريجي دورات مركز القرآن الكريم والمتفوقين منهم بجوائز معنوية وتقديرية على جهودهم التي بذلوها وتحصيلهم القرآني الذي حصلوا عليه ببركة الجوادين. كذلك وجهت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة الدعوة لمؤسسة اليتيم فرع الكاظمية المقدسة لتكريم المتفوقين من أيتام الشهداء. لبت مؤسسة اليتيم الخيرية فرع الكاظمية المقدسة الدعوة من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة اليوم الحفل بمناسبة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك تكريم 50 يتيم من الأيتام المتفوقين اللي ترعاهم مؤسسة اليتيم. طبعا احنا نشكر من الأمانة عن يعني هذه الدعوة، خصوصا ذول الأيتام، لأنه ذول تعبانين على نفسهم والمعاناة اللي يمرون بيها، فقدهم يعني آبائهم المعيدين لهم، ومع ذلك فهم واصلوا وجاهدوا. كما شهد الحفل مشاركات إنشادية أحيتها فرقة إنشاد العتبة العلوية المقدسة والعتبة الحسينية المقدسة، فضلا عن مشاركة فرقة إنشاد العتبة الكاظمية المقدسة. قدمت لنا دعوة من قبل فرقة إنشاد العتبة الكاظمية المقدسة لإحياء هذه المناسبة العطرة، الولادة الميمونة لرسول الله والولادة الميمونة للإمام الصادق سلام الله عليه. طبعا لبت بدورها العتبة العلوية وفرقة إنشاد العتبة العلوية المقدسة لبت بدورها هذه الدعوة، مشكور الحمد لله والشكر يعني بأن أعدت فرقة إنشادها، فرقة إنشاد العتبة العلوية المقدسة، أعدت إنشودة خاصة بهذا المحفل الإنشادي الكبير. لي طينة من أديم الآل قد عجنت، إن يفرحوا فرحت وإن يحزنوا حزنت، نفسي وأنفس أهلي بالولا فطرت. شعار يردده العشاق والهائمون بحب محمد وآل محمد، وهم يحيون أحزانهم ويملؤون الأرض بالبهجة والسرور عند أفراحهم. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحاف. ما بان للورد عطر أمام عطر الصلاة على النبي محمد وآله المنتجبين، التي تضوعت أصوات الموالين فرحا بيوم 17 من شهر ربيع الأول بميلاد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
شهد رواق عبد الله بن عبد المطلب داخل الصحن الكاظمي الشريف إقامة احتفال بهيج بمناسبة ولادة الصادقين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإمام جعفر الصادق عليه السلام. في الحقيقة لقد تغنى هذا المكان الطاهر وهو رواق عبد الله بن عبد المطلب، الرواق الذي أسميناه باسم والد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صادف في هذه الليلة المباركة أن يكون الاحتفال لإحياء هذه الذكرى المناسبة في رواق والدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتغنت هذه القاعة وكما شاهدتم بأحلى أنواع الكلمات الشعري والأناشيد والكلمات العطرة والطيبة. احتفالية جمعت الكثير من ألوان المجتمع العراقي فضلا عن حضور أبناء المذاهب الإسلامية لتبادل التهاني بالمناسبة السعيدة تحت كنف الإمامين الجوادين عليهما السلام. اليوم في العتبة الكاظمية في بغداد هنا يحضر الناس للاحتفال بذكرى عزيزة على قلوبهم، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله. هذه الذكرى هي مناسبة تجمع العراقيين جميعا في وحدتهم وفي بناء بلدهم. النبي هو الرمز الذي بنى هذه الأمة، واليوم العراقيون يجتمعون في هذا المكان الطاهر المقدس لكي يحتفلوا بذكرى المولد الذي يمثل لهم معاني كبيرة في جمع شملهم وفي بناء دولتهم وفي وحدتهم جميعا دون تفرقة. هو يوم للمسلمين، يوم للعراقيين بكل دياناتهم، لكي يأتلفوا في هذه الأيام أيام الوحدة العراقية إن شاء الله. بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة الحبيب محمد، يحضر وفد من ديوان الوقف السني متمثلا بمعالي رئيس الديوان والكادر المتقدم إلى العتبة الكاظمية لإبعاث برسالة إلى العالم الإسلامي أن العالم متوحد تحت راية الحبيب محمد. هذه الرسالة السمحاء الذي جمعت جميع الأديان كانت رسالة حب وتسامح، فهكذا هو دين النبي عليه الصلاة والسلام، هو دين وحدة إسلامية. في 17 من ربيع الأول ولد أشرف خلق الله النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حاملا معه رسالة سماوية ورحمة إلهية لبني البشر أجمع، فبولادته حدث الكثير من المعاجز والأعاجيب. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. تزامنا مع ربيع الولادة، احتفت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بتراث مدينة الكاظمية المقدسة بندوة علمية شارك فيها نخبة من الباحثين. إحياء لمعالم المدينة المقدسة، أقام مركز الكاظمية لإحياء التراث التابع للعتبة الكاظمية المقدسة ندوة علمية شارك فيها عدد من الباحثين والباحثات تحت شعار الكاظمية مدينة العلم والعلماء. بفضل الله عز وجل أقيمت هذا اليوم هذه الندوة المباركة التي أقامها مركز الكاظمية لإحياء التراث بالتعاون مع المركز إحياء تراث العلم العربي في جامعة بغداد، وكانت ندوة تسلط الضوء على معالم هذه المدينة المقدسة، هذه المدينة التي تشرفت بالإمامين الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما. ولا يخفى على الجميع ما تحويه وما تتضمنه هذه المدينة من معالم مهمة جدا، وما تخرج منها من علماء وأدباء وخطباء وشعراء. كل هذا التراث والمكتبات كانت موجودة في هذه المكتبات عامة وخاصة، كل هذا التراث يحتاج منا إلى أن نسلط الضوء عليه. وتعد مدينة الكاظمية المقدسة من الأماكن التي لها ثقلها الديني والتاريخي والعلمي، بدءا من ضريح الإمامين الجوادين عليهما السلام إلى المعالم التاريخية والتراثية والتي أثرت العلماء والباحثين بالكثير من المصادر العلمية الرصينة.
لا يخفى على كل متتبع خبير وباحث بصير أن لبلدتنا الكاظمية زادها الله شرفا بالإمامين موسى بن جعفر والجواد من الآثار والتراث ما ينبغي أن يعتنى به، وعملية الاعتناء بالتراث هي محاكاة الأواخر للأوائل للوقوف على ما ألفوا وصنفوا وكتبوا، وفي أرضنا الكاظمية المقدسة من النوابغ والطليعة ممن كان لهم قصب الصبق في ذلك. نتشرف اليوم بالحضور للندوة العلمية التي أقامتها العتبة الكاظمية المقدسة وسماع المحاضرات القيمة عن تاريخ هذه المدينة المقدسة التي تشرفت بالإمامين العظيمين الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والإمام محمد الجواد عليه السلام، ونحن سعداء جدا الاستماع لهذه المحاضرات القيمة عن تاريخ هذه المدينة ورجالاتها. مدينة تشرفت بجسدين من أطهر نسل خلق الله، فأصبحت مرتعا للعلم وخرجت الكثير من العلماء لما تحويه من مدارس علمية وحوزات دينية. لبرنامج هنا الكاظمية علاء الأنباري. مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة الأخبار المصورة، ولكن بعد هذا الفاصل. إلى هنا مشاهدين الكرام انتهت فقرات حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم في حفظ المولى ورعايته.